خطط تركي أو خطط تركية في تل رفعت ومنبج وروسيا تعارض عملية بعين عيسى فمع بدء الاستعدادات لشن عملية عسكرية جديدة في سوريا فإن القوات التركية مشاهدين قصفت أهدافا تابعة لوحدات حماية الشعب الكردية في تل رفعة ومنبج فيما تسعى أنقرة لإعادة توطين 500 ألف سوري في منطقة العملية المحتملة القوات التركية تستعد مع الجيش الوطني السوري للسيطرة على تل رفعة التي تبعد 18 كيلومترا عن الحدود التركية ومنبج التي تبعد 30 كيلومترا وإخراج الم المنظمه الكرديه منها صحيفه حريات ذكرت ان الهدف من العمليه العسكريه هو تطهير المنطقتين منبج وترفعه واعاده 500 الف لاجئ سوري الى ديارهم واوضحت الصحيفه ان وحدات حمايه الشعب الكرديه سيطرت على منطقتي ترفعه ومنبج اللتين تقطنهما الغالبيه العربيه عام 2016 ما اسفر عن مغادره حوالي 500 الف شخص من كلا المنطقتين منازلهم وغادروا منازلهم ليهاجروا الى تركيا والمناطق الامنه التي طهرتها تركيا من الارهابيين او الارهاب وتستخدم وحدات حمايه الشعب الكرديه تدرفعه ومنبج كقواعد لهجماتها على المناطق الخاضعه للسيطره التركيه في افرين والباب وجرابلس وبحسب الصحيفه التركيه التي ذكرت انها تشكل مصدر تهديد للمناطق الامنه التي شكلتها تركيا عبر عمليات درع الفرات وغصن الزيتون وتزداد أنشطة الجيش التركي والجيش الوطني السوري في المنطقة استعدادا لبدء العملية العسكرية حيث انتشرت قواتهما على الخطوط الأمامية مع تل رفعة وريف منبج بانتظار الضوء الأخضر من أنقرة وأشارت الصحيفة إلى أنه بالمقابل تستعد وحدات حماية الشعب الكردية للعملية العسكرية التركية في تل رفعة ومنبج ومنعت المدنيين من مغادرة المنطقة وقامت بحفر أنفاق في المدينة وزرع ألغام على الخطوط الأمامية والطرق والمباني ذات الأهمية الاستراتيجية بالإضافة إلى ألغام مضادة للدبابات والأفراد عند مداخل ومخارج المدن وكشفت الصحيفة أن تركيا أوقفت عملية ضد عين عيسى في ريف الرقة شمال شرق سوريا خلال المحادثات مع روسيا ونوهت إلى أن روسيا عارضت تنفيذ عملية عسكرية في عين عيسى حيث يمر الطريق السريع إنفور وأرسلت تعزيزات جديدة إلى هذه المنطقة